مدور السلايلي مدينة باس حي المسيرة، تنطالبوا من حقنا هاد الناس هادو، ما جاو ما هضروا معانا ما والو، جاو ريبوا واحد الصمتة وتيهضروا واحد القانون اللي ما عمرنا حنايا شفناه، عشنا في كاف العزبنا، شفنا حي المسيرة، شفنا الزليليك، شفنا العزيب، كلشي استفادة ديال المغرب كامل، ما عمر شتي استفادة بحال هكايا، نصوروك جوج تصاور فوتوكوبي د لاكارت، والله يعاون تنهضروا معاك، فين نمشيو حنايا اللي غيهضروا معانا؟ حنايا هما ما عندناش فين نسكنوا، كان عندنا فين نسكنوا ما نجيوش لهاد البرار، أنايا أنا تنقول أنايا مع دماغي ما شا تحسب، ما عندك ما عندك ما تحسب، الحساب ما عندك ما تحسب، فهمتيني؟ تكون 3000، 2500، 3000، 3000 والزيادة، بزاف ديال السكان، حنايا دابا تنطالبوا من واحد النقطة. جاو لعندنا تيقولوا لنا جوج في النمره، حنا ما جاو عندنا حتى واحد، جا الشيخ، جا المقدمين، جاو القياد، جاو عند هادو الوالا، بقاو تيهضروا معاهم جوج في النمره، خرجوهم وخرجوا بجوج في النمره، راه تراضوا بيناتهم، علاش كاينه هي واحد 270، ولكن هادوك الناس اللي مشاو وتراضوا راه ما كانوا ساكنين في الدوار، راه عباد الله، راه كانوا غير حاطين براكه وناصبين. حنا خويا من الساكنه ديال دوار السلايلي هنا بمنطقه المسيره، حنا خويا هاد الناس هادو جاو بالمقدميه والسلطات المحليه، بداو مع الناس اللي كان عندهم واحد الترقيم كانت دايره الجماعه ديال عين الشقاف، شحال هادي بقاو اخويا غاديين معاهم كياخذوا منهم لي كارت ديالهم فوتوكوبي والتصاور اخويا، وكيريبوا لهم، ما نقول لك شنو داروا معاهم، داك الشيء كيدور بيناتهم ما عارفينش حنا. اما بالنسبه لينا حنا في هذه السكينه من هذه البلاصه اللي كتبان لك مازالين، حنا خويا ما محصينش، عندنا 9 كاين اللي عنده 10، كاين اللي عنده 11، كاين اللي عنده 8 سنين، بالنسبه لي انا عندي 9 سنوات هنا خويا، عندي اسره، انا هبطت عزري وتجوجت هنا وكيعرفوني هما المقدميه ولا المسؤولين هنا، تجوجت هنا ولدت هنا وليدات. لا ما محصيش اخويا انايا، خويا انا حاليا حنا مني انا وهاد الناس اللي يهضروا معاك دابا ما هضروا معنا حتى شي هضره، حنا خويا كنطالبوا بالعيش الكريم والسكن الكريم الحق لكل مواطن في المغرب وفي العالم. هاد الناس هادو راه ضايعين، لا خدمه لا والو، دابا تيجيو يقولوا لهم خرجوا الشارع، واش الانسان، واش الانسان دابا ساكن في واحد البراكه عش غير السكن غير لائق، تجي انت تحيدو تخرجو الشارع منو الهوا، ما عندو لا فين يكري، ما عندو لا فين يمشي، اش من حل، اش من حل، ما عطاوه هو ثقة، ما عطاوه هو ثقة، ما عطاوه حتى حاجة، حنا ما كاينش شي وثائق، وثائق ما كاينينش وثائق، يعني ديال السكن ديال الريب غير لائق، وتيقول لك سكن عشوائي، فين هذا السكن عشوائي، هذا السكن غير لائق لينا حنا ولولادنا. انا خويا بغينا يديروا معنا الحل، بغينا نستافدوا، بغينا حنا نعرفوا راسنا واش منومرين ولا ما منومريش، هما كيقولوا لك غير يبونا، ها هما كاين اللي عندهم 6، كاين اللي عندهم 4، كاين اللي عندهم 5، انا راجلي ب 20 عام في الحبس، طلقته بقوه اللقاء، اللي عندي غير بريريكا صغيره، ما عندي حتى شي حاجه، حنا بغينا يديروا معنا الحل، بغينا نستافدوا، حنا كعباد الله، يعطيونا جوج ولا يعطيونا 3 غير يهزونا، حنا ما عندنا حتى شي حاجه باللي نستافدوا، ما عاطينا لا وثيقه لا والو، ما محصينش، هذه هي المشكله اللي باغا نهضر. باغيين حنا نتحصاو، باغيين نتحصاو اخويا، اللي من عمرين راهم مشاو، حنايا كيقولوا لنا غير يبونا، حنا باغيين نعرفوا راسنا واش حنايا غير حصيونا ولا لا. دابا عندي 6 الوليدات وعكوزه والراجل ساكن السعود، الناس في البراكه، ودابا اخويا ما عندنا حتى شي وثيقه اللي كتضمننا، كيقول لك فوتوكوبي لاكارت ونمره التليفون هي اللي غتضمننا. ولا اخويا لا ما عندنا حتى شي حاجه، دابا كيقول لك غيجيو يريبونا، باش غيريبونا؟ كي غندير واحد معاق عندي، كي غندير لهم اخويا؟ ارميونا للزنقه، كي غندير لولادي وكي غندير لهاد الشيء كله؟ كل اللي عندها 6 ولا عندها 7 ولا عندها 8 ما عندها حتى شي حاجه اللي كتضمننا، حنا تشردنا حنا وليداتنا.